بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج أصداء فاطمية على هامش منتدى المرأة الفاطمية الذي تقيمه أكاديمية الوارد للتنمية والدراسات الاستراتيجية، وبالتعاون مع جامعة الزهراء. وعلى أرض جامعة الزهراء تقام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وبدعم ورعاية من العتبة الحسينية المقدسة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. حياكم الله مجددا مشاهدينا. ترافقني في حلقة هذا اليوم الزميلة زينب القاضي. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله زميلتي. عليكم السلام ورحمة الله يا ليلى، والسلام عليكم للحضور الأكارم ولمشاهدين هذه الحلقة. مثل ما ذكرتي بأنه أكاديمية الوارث التي ترعى هذا نعم المحفل والمنتدى الذي دائما وعادة ما تشجع فيه بأن يكون هنالك دور قيادي إن شاء الله للمرأة، ولذلك ارتأت الأكاديمية بأنها تستضيف في هذه المرة الست زهراء الخزرجي، أحد مؤسسي مؤسسة بوصلة للتنمية المستدامة، وعضو أكاديمية التطوير السياسي في الحكم والحكم الرشيد. حياكم الله وشكرا لانضمامكم أنتم والحضور الكرام. حياكم الله جميعا. السيد ليلى، أهلا السيدة وسهلا زينب، ست. سعيدة كل شو تواجدي وياكم. حياكم الله الحضور الكرام، شكرا على هاي الاستضافة أهلا ومرحبا بكم ست والدعم زهراء. لحضراتكم. سعيدة كلش بتواجدي في هكذا برامج اللي تنمي وتنطي مساحة للمرأة انه يتم تقديمها بطريقة منتجة وبناء نعم نعم للمجتمع. إن شاء الله. دعينا نبدأ من البداية بنقطة، لا الرقم واحد التسلسل واحد، خلينا نبدأ من الصفر. ماذا تعني العملية السياسية؟ وهل استطاعت المرأة بأنها تقتحم المجال السياسي؟ وهل أعطى المجتمع الدور السياسي للمرأة؟ العملية السياسية إذا نجي نعرفها ست زينب، فهي خلق توازن بكل النسيج المجتمعي، سواء مرة يكون القائد، مرة يكون مجتمعي، مرة يكون سياسي. دورنا إحنا كأشخاص أو كأفراد بالمجتمع أنه ننمي هاي العملية. على مستوى التاريخ، العراق مر بتحديات تاريخية سياسية كثير. أصلا أساسا العراق هو اللي اخترع القوانين الدستورية وخلاها اللي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم. فالعملية السياسية حتى يتم تنظيمها تحتاج إلى هواي جهود. العراق آخر فترة مر بتحديات كلش كبيرة. لو نجي يعني بدءا من البدء، القرآن هو الدستور للبشرية، فمن ضرب مثال بالقيادة، ضرب مثال جدا دقيق اللي هو ملكة سبأ السيدة بلقيس. قال بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية 23: أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش العظيم لما نجي يعني بالبحوث وبالتفسيرات، العرش العظيم مو فقط كشكل، العرش العظيم حتى كوزن سياسي. طيب. لما النبي سليمان عليه السلام أراد أنه يتم الدخول لهذه المملكة عن طريق أنه بعث الهدهد، حتى مثل ما موجود قصة النبي مثل ما سليمان القصة عليه السلام، يتم نعم. سردها، اجا انطاه هذه الوصف، قال له اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهو الهدهد اللي كان المخبر مال النبي سليمان هو متفاجئ من هذه القياده اللي كانت تقودها السيده بلقيس. اللي صار انه هي استدعت الحاشيه واستشارتهم. بقياده جدا فطنه، جاوبوها انه نحن اولو باس واولو قوه ونقدر انه نحارب، ليش ننطي مدينتنا؟ لكن هي اثرت، لانه بطبيعه المراه تميل الجانب الامن والسلام اكثر مما تميل
الجانب الحروب، وهذا راح نتطرق له. لذلك هي آثرت أنه دخل بلادها بحرب قائمة وأسلمت، قالت خلي أبعث لهم هدية، وهذا كان جدا رأي يعني فطن حتى تستفهم أنه هل فعلا الملك اللي يريد يدخل بلادها هو ملك حاب فكرة الحرب لو عنده قضية معينة أخرى. فهي هنا الفكرة أنه المرأة على يعني القرآن لما يضرب أمثال جدا يكون حكيم فيها دقيق بضرب الأمثال، أنه الموضوع ما يقتصر فقط كالمرأة بعد الدين الإسلامي، حتى قبل الدين الإسلامي، وأصلا إحنا عندنا سورة النساء وعندنا سورة مريم وسورة الكوثر. فهي الفكرة أنه المرأة هي نصف المجتمع، وجود المرأة بالعملية السياسية هو لتمثيل، هو حاجة وليس رفاهية. طيب ما هي الأدوار التي اتخذتها المرأة في العملية السياسية، وكيف أثرت على محيطها والبيئة المحيطة بها بصورة عامة في مجتمعها بالذات؟ احنا بالنسبة للأدوار، فاحنا عندنا ثلاث سلطات، هي تنفيذية وتشريعية وقضائية، وايضا اكو سلطه رابعه اللي هي تعتبر الاعلام، ايضا يعتبر مؤثر فيعتبر السلطه الرابعه. لكن احنا بالحكومه هناك ثلاث سلطات. بالعراق السلطات التشريعيه اللي تمثل مجلس البرلمان، التمثيل اللي مثلته المراه بالبرلمان يعني حاليا كأرقام وكإحصائيات، حاليا احنا بانتخابات تشرين 2021 95 نائبة، 95 نائبة من 19 إلى 17 نائبة منهم تم تمثيلهم مو بالكوتة، خارج الكوتة، ومعناه أنه صعدوا بأصواتهم الانتخابية يعني استحقاق انتخابي. فهذا يعني يمثل ينطينا فد رؤية أنه المجتمع هو أصلا اختارهم بناء على رأي جمهور قوي. فالعملية السياسية بالنسبة كتمثيل برلماني المرأة موجودة. احنا مو تحدينا ست زينب أو ست ليلى، مو تحدينا هو الوجود، احنا تحدينا بمدى التأثير بالقرار السياسي، هل هي مؤثرة أم لا، ومدى الأداء. هنا يكون هنا المحفز، هل مستوى الأداء ومستوى التأثير بالقرار السياسي واصل مستوى الطموح، هل احنا نحتاج انه نقدم، نحتاج انه نبني قدرات بهذا المجال، اي نحتاج. طيب. وطبعا هذا الموضوع ما يخص بس امرأة، هذا يخص يعني امرأة ورجل. والرجل احنا كدولة مثل ما قلنا مرت بتحديات كلش كبيرة. نعم. اساس أي وجود اي دولة هي قوانين وانظمة ووجود ناس تنفذ هذه القوانين، اكو مثلث يسموه قوانين وانظمة وشرائع يتم تنفيذها. هذا المثلث اذا اختل اي توازن بهذا المجال راح يسبب لنا فد. نعم. طيب سيدة زهراء، تطرقتم في بداية كلامكم عن أنه العراق هو بلد الحضارة، بلد القانون. نعم. ومسلة حمورابي التي تحتوي على العديد من المواد التشريعية والقانونية، فنسميها مثل ما سميتموها السلطة التشريعية التي تضع هذه القوانين. لما لم يصل العراق لحد هذه اللحظة إلى النضوج في العملية السياسية مثل ما قلتي الآن أخيرا، ليس فقط على صعيد المرأة بل حتى النضوج السياسي للرجل والتمكين هذا الرجل القيادي بأنه يكون من داخل العملية السياسية، هل الخلل يكون في طريقة التنفيذ، الأشخاص ذواتهم، أم إنه الأمر يحتاج إلى نضوج من كل الأدوات؟ سيد زينب، مثل ما قلنا العراق مر بتحديات كلش كبيرة. نعم. اللي أخذ من عده هو إنه البنى التحتية، طبعا هاي مو معناه إنه إحنا مثل ما نقول شماعة نعلق بها عدم تأديتنا لواجباتنا. نعم. التصدي لازم يكون بمستوى اللي يمثل الفكرة نفسها، أنا ما ممكن أصدى المكان أو أمثل به إذا ما أكون ملم كل تفاصيل أو على الأقل أغلب التفاصيل اللي أريد أمثل بها. التحدي اللي صار بعد
بعد النظام السابق وبعد ما اجت حكومات اشتغلت على بنى تحتية خلينا نقول تحتاج هواية عمل. يعني ممكن نقول بسبب النكبات والحروب اللي مرت على العراق. التحديات وبالمناسبة تحديات ما وقفت يعني من بعد ما من بعد ذاك 2003 وحرب 2003 احنا واجهتنا حرب ثانية اللي هي حرب داعش، والحمد لله الدولة الوحيدة اللي صدت وقدرت انه تتحرر بعد يعني صراحة ألم كبير نزيف كبير. نعم قدمنا احنا شهداء بهذا المجال، فالعملية السياسية ما مشت بطريقة سلسة ومنظمة شلون احنا نقول درج تصاعدي، لا نعم. مشت بأمواج صاعدة ونازلة، فهي تحتاج نعم. لكن اللي نضج هاي الأمور هو المؤسسات. إيش قد أني أقدر أمثل مؤسستي، إيش قد أقدر أقدم لها، إيش قد أقدر أبني بها، هو هذا نعم. اللي يعني قدم. طيب نعود ست زهراء إلى المرأة. ذكرتم أنه المرأة يعني أخذت مساحة كبيرة في مجلس النواب وفي ترشيح الانتخابات وصعدت إلى المجلس بنسبة 90 أو 95% تتراوح هذه النسبة. طيب هناك من لا يقتنع إلى الآن بوجود المرأة في العملية السياسية، قد يشكك نوعا ما بهذه القدرات، هل فرضت المرأة وجودها في الساحة السياسية فعليا عمليا؟ يعني كيف يعني على مستوى احنا كنا نتكلم عن السلطات التشريعيه. نعم. خلينا ننتقل للسلطات التنفيذيه اللي تتمثل بالوزارات. احنا عندنا بالعراق حاليا 5 وزارات سياديه. نعم. اللي هن ماليه ونفط، اللي تمثل الوزاره الماليه هي امراه. وهي حسب ما يعني يتم النقل انه هي يعني تدرجت من مناصب وظيفيه انتقلت الى ان وصلت انه تكون وزيره، فهذا معناه انه احنا نقدر انه يتم تنميه مواردنا وتنميه قدراتنا حتى نبني من مؤسساتنا نساء تقود، فليش لا؟ نعم. احنا على مستوى اذا لماذا هذا التشكيك؟ لماذا إلى الآن الشارع يعني تراود هذه الأفكار، نسمع هذه الأفكار من حين إلى آخر؟ إذا ما تقلدت منصب مهم قيل أنه هل المرأة بإمكانها أن تدير هذا المنصب؟ هذا كبير عليها المنصب، كيف ممكن أنه تتماشى معه؟ إذا كانت قدها مثل ما نقول احنا في العاميه. نعم. اذا كانت تشتغل على 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 قدراتها وتعرف مكامن قوتها وضعفها وين، ليش لا؟ تقدر باي مكان تقدر. وطبعا كل التحديات اللي تواجه سواء امراه، هي تواجه امراه يعني هاي التحديات تواجه امراه تواجه الرجل نفسه. بالنهايه الوجود السياسي ما يخضع فقط الشخص نفسه، مره يمثل نفسه، مره يمثل عائلته، مره يمثل الجهه اللي هو دا يمثلها. بالنهايه احنا طيب. دوله بيها احزاب وبيها يعني مؤسسات مختلفه، فاللي يشتغل مو بس يشتغل لنفسه. إذا أردنا أن نعرج على قضية أنه السياسة ماذا تعني؟ الحقوق والحرية بشكل متوازن. فيقولون عادة بأنه المرأة لا توازن ما بين العاطفة والعقل. هذا دائما الاتهام الباطل الذي تتهم به المرأة. المرأة هي عاطفتها ظاهرية، الرجل عاطفته باطنية. المرأة تظهر الدموع، الرجل ممكن أن يبكي دما بداخله، ممكن يكون أكثر عاطفة منها. إلى أي الحيثيات ممكن أننا نثقف هذه النوعية بأنه المرأة قادرة بأنها تتسلم جزء من العملية السياسية طبعا، وأنه تكون هي في حالة من التوازن فيما بين الحقوق والحريات لطالما هي تنفذها مع أولادها، والأولاد أيضا ممكن يكونون من الرعية، يكونوا من موظفين، يكونون من المواطنين، من الشعب، ومن أمة كاملة. احنا كمستوى خلينا نقول إداريا، خلينا نحكي وبعدين نسقط على المجتمع. نعم. إداريا احنا كانت عندنا وزارة اسمها وزارة المرأة. إذا تعرفون وزارة المرأة هي حاليا ترشقت أقسامها إلى أقسام بديوان مجالس المحافظات. فكان فمجتمعيا اكو دعم للمرأة. بس احنا شنو اللي نقوله؟ اللي نقوله انه مجتمعيا اكو هواية، وهذا نشوفه طبعا محيطنا مثل ما قالت السيدة زينب، انه هي مو قادره انه تمثل دوم. يعني خلي نقول هالخطا عند الرجل خطأين يصير
على المرأة، لأنه دوم يشكل صحيح. على صحيح. على قرارها السياسي، ينأخذ على تمثيلها أنه مو مستوى دائما هي في حالة إثبات ذات بالضبط. إثبات وجود بالضبط. شنو اللي نقدر نقدمه؟ اللي نقدر نقدمه إحنا كأشخاص أنه نمثل أنفسنا بطريقة ما تخلينا، يعني ما تخلينا مستوى أنه آني يكون قراري متذبذب كإنسانة، أو حتى طبعا مو أحكي عن نفسي، كمستوى نساء وأيضا كمستوى مؤسسات، أنه يكون الطرح والحوار والسلوكيات اللي تقدم هي شلون نقول طريقة تنمي عن أني شنو ولوين أرد وصل. إن شاء الله مثل محور ما جئتم إليه التنمية إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله ولنا عودة أنا وزميلتي ليلى وسي الزهراء والحضور الكرام إليكم بإذن الله تعالى. فاصل قصير ولنا عودة. المسافة دومك وياي، أزورك وانهضم وعيوني شمعة، حلم عندي أرش دموعي عالباب، يجي يوم الخميس بألف دمعة، دخيلك خذني للحضرة، دخيلك دمعتي جمرة، دخيلك خذني للحضرة، دخيلك دمعتي جمرة، يا حسين. سلام لحضرتك تدريني مشتاق، أحس ترد يا أبو الأكبر سلامي، أسولف من بعيد أعذرني مولاي، تدر بحالتي شوق وهيامي، دخيلك بعدك بغربة، دخيلك حالتي صعبة، دخيلك بعدك بغربة، دخيلك حالتي صعبة، يا حسين. حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا وما زلنا في برنامج أصداء فاطمية، نحاور معكم دور المرأة في العملية السياسية والتطوير السياسي والحكم الرشيد مع الأستاذة زهراء الخزرجي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ست. حياكم الله مجددا. تحدثنا نعم زينب عن دور المرأة ووجودها في العملية السياسية، وهل هي حاجة، وهل أثبتت وجودها بصورة خاصة كامرأة قيادية. كذلك تحدثنا عن الأدوار التي تسلمتها المرأة ومدى أهمية أن تثبت نفسها للدور المناط لها. دعونا نتحدث كذلك حول التجارب المسبقة لعمل المرأة في الجانب السياسي، وكيف يمكن الاستفادة منها والإلمام بها لتطوير الواقع المعاش اليوم للمرأة بالتحديد. تفضلوا. طبعا أكو زينب تجارب هواية مسبقا من بعد ما صار أنه قالوا أنه القرار المرأة السياسي يشكل عليه، أو إحنا نحتاج أنه نشوف المرأة بغير التمثيل اللي نريد نشوفه. تم العمل بهذا الموضوع من قبل دول ومن قبل منظمات دعمت هذا المجال. هسه ممكن يكون الدعم بطريقة إيجابية، مرة يكون الدعم بطريقة أنه أنا أقدم
المرأة بغير صورة. إحنا اللي يهمنا كقرار سياسي لو نسترجع الدين الإسلامي ونجي نربطه بالواقع الحالي. فالدين الإسلامي أول ما انبنى، أول ما نزل الوحي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول شخص التجأ له هو السيدة خديجة. احنا الالتجاء من نجي نلتجئ الشخص، احنا بالفطرة لانه احنا نثق به. فالقرار السياسي لما نجي نقارن بالدعوة الإسلامية، النبي التجأ إلى السيدة خديجة لثقته انه هي قرارها وراح يكون صائب زين. فهذا معناه طبعا السيدة خديجة من الشخصيات اللي قدمت للدين الإسلامي، يعني هي كانت المصدر الاقتصادي للدين الإسلامي. يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما بني الإسلام إلا بمال بسيف علي ومال خديجة. فهذا والأحاديث النبوية إحنا عندنا من ضمن التشريعات اللي إحنا يعني نأخذها كتشريع. فالقصد أنه القرار السياسي كان حتى من بعد ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم حورب من قبل أقرباء، حوربة الدعوة الإسلامية وراء وفاة السيدة خديجة وعمها أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام خرج من مكة. ما معناه أنه السند اللي كان يسنده بمكة واللي هو يعني مؤتمن عليه بالقرار هو ما موجود، فبالتالي ارتأى أنه يبتعد عن المدينة. هذا معناه أنه إحنا حتى بالدين الإسلامي طبعا عندنا شخصيات هواية بالدين الإسلامي، السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها أفضل الصلاة والسلام، كانت واحدة من التحديات اللي واجهتها هي تحديات سياسية أصلا، حوربت سياسيا هي سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فالفكرة من الوجود السياسي هو لأنه كانوا يخافون من القرار السياسي. حاليا المجتمعات وكل اللي يتقدم من منظمات او شلون قدروا انه احنا ليش نربط ليش دائما نربط الماضي بالحاضر؟ لانه سلسله متواصله. انا ما ممكن اجي ابني على قديم على جديد اذا ما عندي فد شيء اصل. حتى احنا حاليا على بعد ما خلص محرم وصفر اشهر الله الحرام والثوره الحسينيه اللي هي تعتبر مصداق، احنا نسميه اصلا الثوره الحسينيه مو فقط واقعه الطف. الثوره الحسينيه صداها هو وجود السيده زينب عليها افضل الصلاه والسلام والطريقه اللي تم التمثيل بها، وشلون سياسيا ممكن انه هي قدرت اصلا بقصر يزيد قدرت انه تحطم كل الغرور وكل الطريقه اللي تم تهاون بهم. نعم أحسنتم. لربما كانت السيدة زينب سلام الله تعالى عليها أو بالتأكيد كانت محاربة من كل من حولها في المجتمع، إذن المجتمع دور كبير جدا في المرأة. كيف يمكن أن يؤثر المجتمع في أن يصنع نساء قياديات، أن يؤثر على المرأة بصورة مباشرة، وبالتالي يعني أيضا ممكن أنه يلعب دور في تأهيل النساء لأن يكون نساء قياديات؟ مثل ما قلنا احنا اكو هوايه مجلس الامن الدولي قرارات سنه 1995 اللي هي من ضمنها قرار اللي يسمى قرار 1325 او 1225 هيك شيء يتم قراءته 1325، اللي هو يدعم وجود المراه سياسيا من ناحيه وجود، من ناحيه انه يحميها، لانه مراحل النزاع او بالمناطق اللي تكون نزاع كحروب أو المرأة هي أم وهي بنت وهي زوجة وهي ابنة. فكل يعني كل التحديات اللي تصير بالحروب هي تمسها. فوجود المرأة لما تكون أكو حروب هي راح تتضرر أكثر نفسيا اقتصاديا مجتمعيا، هي تتضرر. فهذا القرار خلى أنه لازم المرأة تشارك
بالعملية السياسية حتى يكون لها دور، حتى القرار السياسي من يتخذ ما يكون متخذ من وجهة نظر فئة واحدة، وإنما من وجهة نظر المرأة والرجل، مثل ما قلنا هي نصف المجتمع. أو من الناحية أكو بالتشريعات أو بالحلول السياسية أكو حلين، اللي هو الحل اللي يسموه حل تقني، والحل اللي يسموه الحل التأقلمي. ماذا يعني هذين المصطلحين؟ دقق بهما أكثر. أنا أجيكم الحل التقني، أنه أنا مثلا عندي دولة مثل العراق، هذه الدولة بيها تفتقر مثلا المدارس قليلة. الحل التقني أنه أنا أبني مدارس لأن عندي كثافة سكانية عالية بمنطقة معينة، فأبني مدارس، هذا حل تقني واضح محدد مختصر بزمن معين وقابل للقياس مثل ما يقولون. الحلول التأقلمية بالعملية السياسية صعبة، اللي هي مثلا بالعراق عندنا ملف العلاقات الخارجية. ملف العلاقات الخارجية ملف جدا دقيق، لأنه يعتمد على طريقة تعامل العراق ويا الدول ذات اللي تكون دائمة العضوية الخمسة، واللي تكون الدول المجاورة، وشلون ممكن يعني، لأن احنا ما عايشين بالكون وحدنا. عفوا سزهرة، أو يكون الحل التأقلمي اي مثل ما ذكرتم وأعطيتم مثال المدارس، بأنه يجعلون من كل مدرسة يكون بيها دوامين أو ممكن حتى ثلاثة، ويصير أكو فد زخم للطلاب ما تفهم المادة بطريقة صحيحة. بالضبط. فالحلول التقنية دوم يعني دوم الحلول التقنية تكون آنية، لأنه ما مبنية على دراسة مثل الحلول التأقلمية. الحلول التأقلمية تحتاج دراسة هواي. فمثل ما قلنا احنا الملف العلاقات الخارجية بتحديات، يعني مثلا احنا هسه العراق عندنا اولويات اللي هي موضوع التغيرات المناخية وملف المياه، ملفات هواي ممكن انه نحكي عليها، يمكن الوقت ما يسعنا، بس القصد انه احنا حتى ندير هيك ملفات لازم عندنا قدرة، لازم قدراتنا تكون مبنية. هاي القدرات منين تجي؟ يعني بناء القدرات من يجي؟ يجي عن طريق دراسة الواقع حال، دراسة الـ التحديات الموجودة، شلون ممكن نستثمر هذه التحديات ونحول المشكلة. احنا عندنا فد مصطلح يقول نحول كل تحدي أو كل مشكلة إلى فرصة، طالما أكو مشكلة يعني أكو فرصة لحلها. طيب في حديثنا، في خضم الحديث عن الفرصة، حتى نسمح للحضور الأكارم أيضا بفرصة المشاركة إذا كانت هنالك أي مشاركة من عندكم. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أسأل الضيفة، دور المرأة بالسياسة هو دور أنه مشاركة، أنه هي تقدر تشارك بما أنه هي عندها يعني قابلية وإمكانية، أو هو دور ما تقدر إلا هي تقدمه ممكن؟ فهي شرط أعرف أنه شنو دور المرأة بالسياسة؟ دور المرأة حسب سؤالكم أنه هي هل تشارك فقط من أجل المشاركة أو من أجل الوجود؟ حسب ما فهمت من سؤالكم أنه هو دورها ما يقدر غيرها يقدمه شيء، يعني مجرد بس المرأة تقدر تسوي، أو هو مشاركة يعني تقدر هي أو الرجل أو فيقدرون يعني يقدمونه؟ نعم. واجبة أم متطوعة؟ نعم تقصدون كذلك. نعم تفضل. احنا مثل ما قلنا احنا نصف المجتمع، فمثل ما قلنا وجودنا باي يعني بالنسيج المجتمعي كمصدر قرار هو مهم، لانه اني لما يكون الدور محصور فقط بالرجل او لما يكون محصور فقط بالمرأة، فالتمثيل او طريقة يعني اتخاذ القرار راح تكون من زاوية نظر واحدة. القرآن الكريم يقول آية صريحة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن معناها إنه الطريقة اللي تم خلق الإنسان بها الرجل والمرأة يكون عملهم تكاملي، يعني ما ممكن إن أنا أستغني عن شخص، يعني عن فرد دون آخر، لازم يكون أكو مرأة ورجل بأي مجتمع.
نعم. هذا هو اللي يكمل نسيج المجتمع. نعم أحسنتم. ذكرتي أنه مهم مثل ما تفضلتي في حديثكم أنه دورها مهم. ما مدى أهمية هذا الدور؟ يعني إن لم تكن المرأة في هذا المكان لا يكون هذا المكان أو لا يطبق هذا الدور. يعني إذا كان هناك شراكة، إذا هناك جزئية ممكن أن يكون هذا الدور ولكن لا يكتمل، لا يكون بصورته التامة، بصورته الجوهرية المتكاملة. يعني قد يكون الدور ولكن بلي لا بلي احنا انا ليش قلنا احنا دوما نركز ست ليلى على موضوع انه مو فقط الوجود هو اللي يكون مهم، المهم هو مدى التاثير. نعم. ف مثل ما قلتي انه هل وجودها هو ممكن انه يستع... هو الوجود هو يعني يعطي او يؤدي الى مدى التاثير. اي نعم. مو بس الوجود اللي يعطي مدى التأثير، الإمكانية قدراتك كشخص. أنا إيش قد ممكن أقدر أكون مؤثر؟ نعم. إذا أنا مثلا ما عندي إمكانية أنه أمثل شريحة بسيطة من الناس، هل ممكن ما عندي إمكانية أنه أشتغل على ملف بسيط، فشون ممكن أكون أنا مؤثر بملفات هواي؟ هنا التحدي الكبير. هنا التحدي لما أنا إذا ما أقدر أمثل مؤسسة، فهل معناه أنه أنا أمثل يعني أمثل مثلا وزارة أو أمثل دولة كاملة؟ هنا التحدي يصير. إذا خلينا إن شاء الله ست نأخذ وقفة قصيرة بعد هذا الكلام الجميل والممتع في خضم العملية السياسية، ولنا وقفة مشاهدينا الكرام ثم نعاود الحديث في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا. من صفات وأخلاق الإمام الحسين عليه السلام الخوف من الله، ولقد بدا عليه عظيم خوفه من الله وشدة مراقبته له، حتى قيل له: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف من الله في الدنيا. عودة من بعد هذا الفاصل، ونعود مرة أخرى أنا وزميلتي ليلى. نعم. إلى الحضور الكرام وأستاذ زهراء الخزرجي أحد مؤسسي مؤسسة بوصلة للتنمية المستدامة. أستاذ زهراء، قبل ما نطلع بالفاصل تحدثنا عن العملية السياسية ودور المرأة وكيف على المرأة بأنه تدخل بخضم هذه العملية. هل هنالك إحصائيات تؤكد على عدد النسوة اللي شاركوا ورشحوا لي هذه المناصب والدخول بالعملية السياسية البرلمانية وتسنم هذه المناصب، وما هي أدوارهم؟ ممكن أنه أكفت إحصائية معينة عن شهاداتهم العلمية، عن ماذا يبحثون، عن أي جوانب أن تريد المرأة أنها تلتحق بأي جانب بجانب الرجل؟ نعم تفضل. احنا سبق وقلنا سيد زينب، احنا من أصل 329 برلماني حاليا بالدورة النيابية لانتخابات 2021. نعم. تشرين 2021 هناك 95 نائب برلماني امرأة. قلنا من بينهم 19 إلى من 17 إلى 19 هن أخذوا استحقاق انتخابي بدون كوتا، صعدوا. اللي هسه راح مقبلين عليه هو انتخابات مجالس المحافظه. نعم. كل محافظه راح تكون دائره واحده، فبالتالي كل دائره هناك عدد الكوتا يعني تلزم به المراه انه تكون. يعني مثلا احنا بالنجف عندنا 15 مقعد. نعم. بالنسبه لمجالس المحافظه اربعه لازم يكونن نساء، 11 رجال، فأعلى أربعة يصعدون بحسب قانون سانت ليغو هو راح يكون هن الفائزات بهذه المقاعد، وهكذا بالنسبة للباقي المحافظات. عالميا وبالنسبة عربيا، عالميا العراق بالنسبة للتمثيل البرلماني، احنا ليش دوما نركز على التمثيل البرلماني؟ لأنه التشريع. نعم. التشريع موضوع السلطة التشريعية موضوع كلش مهم، يعني على أساسها يتم سن أو استحداث أو تغيير أو العمل على قوانين ومراقبة
أداء هذه يعني مراقبة العمل ومراقبة الأداء بالنسبة على المؤسسات. فالعراق حاليا 65 عام عالميا، عربيا هو الثاني، الإمارات دولة الإمارات أول. عالميا دولة راوندا عندها تمثيل نساء 62% نساء ويقابل الرجال، يعني نسبة التمثيل عندهم أكثر. مثل ما قلنا العراق ثاني بالنسبة للدول العربية. فحتى طبعا بالمناسبة حتى احنا ككتابة الدستور كان اكو لجنة نساء كانت بها من ضمن اللي كتبوا الدستور. فموضوع انه النساء ما داخلات بالعملية السياسية، لا داخلي، بس احنا نرجع ونقول انه احنا نركز على موضوع الاداء وموضوع التأثير اكثر من الوجود، وهذا يمكن اكثر من مره عدنا، لانه هذا اللي نحتاج نعمل عليه. هذا هنا يجي دور انه احنا ليش موجوده مؤسسات، ليش موجوده منظمات محليه ودوليه تقول انه النساء نحتاج ان نشتغل على قدراتهن وعلى الرجال ايضا، لانه المتغيرات عالميا اجتماعيا يعني متغيره، فكل هذه المتغيرات تحتاج صقل مهارات، تحتاج مهارات تخص مهارات شخصية، مهارات تخص إمكانيات سياسية، أنا شلون أقدر أواكب أو أشتغل أو أعمل إذا أني أفتقر. المهارات جدا بسيطة، هذا اللي إحنا نعمله بأكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد، اللي هي منظمة مجتمع مدني محلية تعمل تطوعيا. العمل التطوعي يعطي مساحة أنه أني ما ملزمة أنه أعمل بفد شو نقول محاور معينة، وكل المشاريع اللي تقدم من قبل المنظمات هي تكون فد أهداف معينة، أهداف مرة تكون قصيرة الأمد مرة تكون بعيدة الأمد. بالنسبة للمشاريع اللي تكون بالأكاديمية هي مشاريع تخص أنه إحنا شفنا وعلى المستوى كل التجارب السابقة السياسية شفنا أنه الوعي السياسي عندنا يحتاج هواي نشتغل عليه، مرة يكون على مستوى تمثيل، مرة يكون على مستوى أنه أنا شون أقدر أكون ملم عن طريق دراسات واستراتيجية أو أبحاث أو يعني. وهذا طبعا هذا متصل بموضوع شقد إحنا كأشخاص نبني قدرتنا، يعني هل مثلا من ناحية التعليم، من ناحية يعني كوزارة كدراسة يعني. فهذا شقد ممكن نشتغل عليها حتى نوصل مهاراتنا للمكانات اللي احنا نريد نوصلها. بالأكاديمية احنا نشتغل على فكرة بناء القدرات السياسية، كمثلا شلون اكتب اوراق سياسات خاصة، شنو يعني اصلا اوراق سياسات خاصة، شنو دورها، شنو تسوي، شنو تنضج. هاي واحدة من الأمور اللي احنا يعني مثلا اكو فكرة تقدمت اللي هي منتدى المرأة القيادية. شنو يعني منتدى المرأة القيادية؟ شلون يعني شنو تعريف اصلا المرأة القيادية؟ شنو المميزات اللي بيها اللي يخليها ممكن انه تقبل؟ هذا اللي احنا، لانه كل الدراسات تقول انه القيادة هو فن يدرس، يعني مو مره يكون صح اكو فتره انه لازم القائد يكون بفد خصال معينه، بس ايضا ممكن انه احنا نخلق قاده. وهاي هي رؤيه الاكاديميه، انه انا اخلق 1000 قائد، هذول القائد مره يكون قائد مجتمعي، مره يكون قائد سياسي، شلون ما يريد يمثل، مره يكون شيخ عشيره، مره يكون مثلا ضابط، مره تكون دكتوره. هذا يعني شو نقول، هذا الاختلاف هو اللي يخلينا طيب اذا ارادت المراه اليوم مثلا ان تضع خطوتها الاولى في الطريق السياسي، ما هي المقومات التي تحتاج اليها؟ هل هناك شهاده معينه، خبره معينه، هناك طريق واضح، اسس معينه واضحه انه كذا وكذا يوصل إلى مثلاً العملية السياسية ويوصل إلى المكان الفلاني، أم هي فلنقول يمكن يقولها البعض ضربة حظ، أو هي ذكاء وشطارة؟ كيف تعرفون هذا الطريق؟ يعني سيد ليلى مثل ما قلتي أكو يعني
بالتحديات اللي خاض بها العراق. أكو واي ناس طبعا هذا ما يخص بس المرأة، مرأة ورجل، بالتالي هي هاي التحديات، هي هاي احنا نقول هي صحية لأن هي تنضج. أنا ما يهمني الشخص، احنا من شخصن الأمور، يعني احنا ما نحكي عن شخص بما هو، احنا نحكي عن شخص كتجربة، إيش قد أنطى للعملية السياسية وللمؤسسة نفسها. وطبعا احنا ما طرقنا الموضوع اللي هو دور الأحزاب باختيار أشخاصها. طبعا بالمناسبة وجود الحزب مو فد شغلة أو مو فد شيء سيء. وجود الحزب هو يعني مرة شخص ممكن يقول أنا أشتغل كمستقل، مرة يقول لا أنا أشتغل ضمن تيم، يعني ضمن فريق معين، هذا الفريق نقعد نختار فد، عندنا أولويات معينة إحنا نشتغل عليها نحقق بهن فد أمور معينة. فالموضوع مو هنا، الموضوع هو الأداء. أني نروح ونرجع ست ليلى على موضوع الأداء، إنه أني شنو سويت وشنو أسست ولوين أريد أوصل بهاي السياسة. مجتمعيا هل استطاعت المرأة أنها تحفر على مدار السنوات المديدة؟ يعني كانت السيدة فاطمة سلام الله عليها والسيدة خديجة سلام الله عليها والسيدة زينب سلام الله عليها التي أعطوا ما أعطوا لمثال خير مثال بأنها تمثل البذرة الطاهرة والمشاركة الصحيحة في العملية السياسية اللي إحنا الآن نتطرق في أطراف الحديث عنها. هل استطاعت المرأة أنه بهذا المجتمع بأنها تحفر هذا المكان إليها سياسيا بجانب الرجل أم لا؟ يعني كأحصائيات أو كآراء شخصية؟ كرأيكم الشخصي نحن نتطرق لهذا المعنى. كرأي شخصي اي، بس نحتاج بعد عمل. ما الذي تحتاج اليه الان ست زهراء الخزرجي حتى تصل الى ما تريد او تطمح اليه من تحقيق شيء في العملية السياسية او انها تحقق شيء في البعد السياسي مثل ما نقول؟ يعني نحتاج انه نكون دقيقين كلش، وأركز على كلمة كلش لأنه هي مهمة. نكون دقيقين كلش بإحنا شنو نريد. لأنه أنا مثل ما قلنا مسبقا، الملف اللي نريد نختار نشتغل عليه ماكو، يعني إحنا بلد بتحديات كلش كبيرة، ماكو شيء اسمه أنه أنا عندي عصاية موسى وأجي أغير كل شيء، ماكو شيء. إحنا عندنا مؤسسات يعني يحتاج العمل عليها فد 20 سنة. أفضل الأحوال حتى تقول إنه هي مؤسسات واقفة على رجليها. فهذا الموضوع مثل ما قلنا هو مشكلة، بس هو ممكن يكون فرصة. فرصة إنه هاني أحول هاي المشاكل حتى أعمل عليها أنا بطريقة. وبالمناسبة إحنا ما دنا نشتغل حتى، يمكن إن إحنا دنا نشتغل حتى لأولادنا، لأنه أنا بالنهاية إحنا كلنا أمهات، كلنا يعني عندنا أبناء، ونريد بلدنا نشتغل بلدنا. احنا نريد بلدنا ثقة الأناس بالعملية السياسية أو بمن يمثلهم في الطبقة السياسية. هذا ما تريدون إيصاله بالتأكيد. هي هنا التحدي بسبب التحديات السابقة والتجارب اللي خاضها العراق، من طبعا مستوى المكونات، مو مكون واحد فقط أو غير، صار أكو عدم ثقة، يعني مو الكل، خلينا نقول جزء من الناس عدم ثقة بالعملية السياسية. لأنه لما القرار السياسي يطلع بمشكلة أو يتخذ قرار ويخلق أزمة ثانية، فهذا يعني هذا مو قرار سياسي صحيح. فهي هنا أنه أنا شقد أشتغل مجتمعيا، شقد أشتغل مؤسساتيا، أنا أرجع وأقول مؤسساتيا، شقد أشتغل ويا الناس وشقد أشتغل ويا أصحاب القرار حتى أكون مؤثرة بطريقة أنه إحنا نسلط الضوء على فد أمور هي محددة وصغيرة، بس بالتراكم يصير لها فد إنتاج واستدامة. هدفكم أي وزارة إن شاء الله؟ يعني احنا يعني مو هذا او تطمحون بانه المراه تتسلم اي الوزارات لان الله هي الاكفأ بها، او ان المراه بحاجه الى هذا المكان حتى تدير بشكل ادق اكثر، لا نقول جيد. احنا
ست زينب، المفارقة اللي خلقت عندنا على سؤال توريد طبعا. اي بلي مو مشكلة، وهاي احنا يعني نلمسها لانه صراحة واقع مؤلم، انه انت تلقى مثلا لما تستذكر التاريخ تلقى العراق قبل كان قبلة للدراسات المختلف دول العالم، يعني يجي يدرس ويستمتع، مو بس يدرس كمادة، يستمتع بالتجربة العلمية. وهاي يعني واحدة من الأمور اللي يمكن ما حد منتبه لها، أنه العراق كان يجون من غير دول يستمتعون بالتجربة العلمية، لا لأن أكو مصادر وأكو مواد مترجمة بكل اللغات. حاليا إحنا دا نشوف العراق خارج الرصانة العلمية مع الأسف. هذا تحدي يخلق لنا، أنه إحنا أنت عندك وزارة التربية والتعليم من أهم الوزارات اللي هي تخلق لك هذا كل اللي حشيناه. إذا ماكو أساس قوي وماكو مناهج قوية، يعني أنا شنو أنتظر بنجيل كلماته ومخرجات حروفه خطة معلومات العامة تكون ركيكة، فأنا شنو أنتظر من عنده؟ بالنهاية إحنا بدنا نحكي عن عمر يعني 20-25 فهو يكون يشتغل، معناه أنه من يشتغل ويكون معناه هو فرد من المجتمع ومصدي وآلاف من عنده. فهي هنا نطمح أنه طبعا بالموازنات، من تجي تقرين الموازنات على مستوى كل السنين السابقة تلقين التربية والتعليم أصلا النسبة خجولة، شنو 3.1 2.7 من موازنة عامة كبيرة مخصصات. أي نعم هي يقول لك هي موازنة دعمها ذاتي، يعني ما تمول تمويلها ذاتي، يعني فقط بها موضوع رواتب، بس ما منطقي أنه أني أخلق موازنة نصها تروح نصها تروح الجهات تكون يعني أنتج من عندها عسكر مجتمع، يعني عندك أنت 3 أجهزة اللي هي مخابرات وأمن قومي وأجهزة مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وأصرف عليها 56% موازنة هذا العام هي للموازنة مع الدفاع وداخلية، وباقي الوزارات باقي. إذن ليس هناك يعني فلنقل توازن في سواء الصفيات، فهي نحتاج بهذا الموضوع، نحتاج انه يكون التربيه والتعليميه تكون الاولويه حتى انا اقدر اخلق ما عندي ركز على الجانب العلمي. هذه رسالتكم. شكرا جزيلا لكم ست زهراء الخزرجي، شكرا لوجودكم معنا وكذلك لحضورنا الكريم. وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدينا، واكيد الختام معك زميلتي زينب. شكرا لك يا ليلى، شكرا للحضور الكرام، شكرا للست زهراء، وشكرا لله عز وجل اللي وفقنا في أننا نعطي إن شاء الله وأن تصل هذه الأصداء الفاطمية إلى كل فاطمية في هذا العالم. ملتقانا وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع زميلة ليلى. إلى حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.